بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جدد لنا هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا. أيها الإخوة، موضوعنا في هذه الجلسة وفي هذا اللقاء موضوع مهم، وهو متعلق بكتاب الله. فكثير منا يقرأ في كتاب الله ولكن لا يتدبر الآيات، بل يهد القرآن هذا ولا يعقل منه شيئا. ولا شك أن هذا خطأ كبير، والمسلم ينبغي له، بل يجب عليه، أن يتدبر آيات القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك، إيش كملوا؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يعني يجب على المسلم أن يتدبر آيات القرآن. ولذلك في القرآن قصص كثيرة تمر علينا، ولكن لا يقف الكثير منا على هذه القصص. ولذلك هذه القصص ذكرها الله سبحانه وتعالى عظة وعبرة لنا، كما قال تعالى لنبيه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن جلستنا هذه الليلة ستكون عن قصة نبي من الأنبياء وما فيها من العبر والعظات. هذه القصة عن يونس عليه السلام. يونس عليه السلام أيضا هو ذو النون، والنون معناه الحوت، يعني نسب إلى الحوت الذي لما ألقي من السفينة التقمه الحوت، ولذلك هو ذو النون. وهو يونس أيضا ابن متى، ويونس ابن متى ذكر أهل العلم كما ذكر ابن الأثير أن متى هي اسم لأمه فنسب إلى أمه. ولذلك قال أهل العلم: لم ينسب من الأنبياء أحد لأمه إلا عيسى ابن مريم وكذلك يونس ابن متى. يونس ابن متى أرسل إلى قرية يقال لها نينوى، ما يقارب 100,000 أرسل إليهم. وهذه المدينة كما ذكر أنها في العراق، وهي يقال بأنها عاصمة الدولة الآشورية. والآن في هذا الزمن هي أطلال وآثار، هي على ضفاف نهر دجلة وليس لها أثر في هذا الزمن. كما ذكرنا أن يونس هو مرسل من ربه لهذا أو لهؤلاء القوم، فأرسل إليهم كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا أوحينا إليك، أي أن هذا أو هذه الرسالة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، أنها وحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله في كتابه عندما خاطب نبيه قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إذن هو نبي وقد أرسل
إلى قومه. يونس عليه السلام لما أرسل أخذ يبين لقومه ما يجب عليهم من عبادة الله ومن توحيده، ولكن لم يستجيبوا له، لم يستجيبوا ليونس، فما كان من قومه إلا أن أعرضوا عنه وجفوا وهو يدعوهم إلى التوحيد، ولكنه كان عندهم يقين كبير، وقيل أنه دعاهم أكثر من 10 سنوات وقيل 9 سنوات وهو يدعوهم إلى التوحيد ولكنهم لم يستجيبوا له. فلما أنهم لم يستجيبوا له أنذرهم بالعذاب، أنذرهم بالعذاب، ولكنه استعجل عليه السلام فغضب على قومه لأنهم لم يستجيبوا له وقد أنذروا بالعذاب، فخرج من قومه غضبان كما قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا، خرج غضبان من قومه. فلما خرج من قومه ذهب إلى البحر، وجاء أيضا في سورة أخرى تبين الغضب الذي حصل له كما جاء في قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إيش؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون، أبق أي هرب من قومه، والآبق يطلق على العبد الهارب إذا هرب من قومه، ولذلك يونس هرب من قومه ولكنه خرج بغير إذن ربه لأن الله لم يأذن له أن يخرج. وهكذا الأنبياء يجب عليهم أن يبلغوا الرسالة ولا ينبغي لهم أن يخرجوا من بلدهم أو من البلد الذي أمروا بأن يدعوا قومه إلا بعد أن يأذن الله لهم. ولذلك الأصل أن النبي يمكث في مقر دعوته حتى يؤذن له بالهجرة، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتحرى الهجرة، وكان أيضا يقول لأبي بكر بأن يستعد للهجرة لأنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى سيأذن له، ولكنه انتظر عليه الصلاة والسلام حتى أتى لأبي بكر رضي الله عنه بعد ذلك يبشره، انظروا، يبشره بالهجرة بأن الله قد أذن له بالهجرة. ولذلك لما نقرأ في الآيات في قوله تعالى قال فاصبر لحكم ربك، الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه فيقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. لماذا؟ لأن صاحب الحوت استعجل وخرج عن قومه، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام انتظر حتى أذن له الله سبحانه وتعالى بالهجرة. إذن في قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا قال الله تعالى فظن أن لن نقدر عليه. بعض الناس عندما يقرأ هذه الآية في قوله ظن أن لن نقدر عليه يذهب ذهنه أن يونس عليه السلام يعتقد بأن الله لن يقدر ولن يستطيع عليه، وهذا خطأ. لذلك يجب على المسلم أن يرجع إلى التفسير وإلى المعنى الصحيح، والمعنى أنه ظن أن الله لن يضيق عليه بسبب خروجه ولن يحاسبه بسبب خروجه من قومه، فهذا هو ما ظن، فخرج فظن أن الله لن يعاقبه إذا خرج عن قومه، وهذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية. إذن يونس عليه السلام هذا العبد الصالح مضى جهة البحر، اتجه إلى جهة البحر وهو لا يعلم مصيره، ولكنه يظن بالله ظنا حسنا. عندما وصل إلى البحر وجد سفينة، ولكن هذه السفينة قد ضاقت بأهلها أي مليئة كما في قوله تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون. ما هو الفلك المشحون؟
هي السفينة الممتلئة بالناس، كانت السفينة التي ذهب إليها ووجدها عند البحر مليئة بالناس، فركب معهم، فركب في تلك السفينة الممتلئة بالناس، ولكن أثناء سيرها وبعد أن يعني توسطت البحر تلاطمت بها الأمواج، فأصبح الناس في ضيق وفي شدة. ولذلك عندما حصل لهم هذا الخطب العظيم وهذه الأمواج، علموا بأن هذه السفينة بأنها ستغرق إذا لم يتخلصوا من بعض الركاب ممن ركبوا في هذه السفينة. ولذلك اجتمع أهل السفينة، اجتمعوا وتشاوروا في الأمر، ثم قرروا بأن لا بد أن يضحى ببعض الركاب من أجل سلامة ما بقي منهم، فاقترحوا أن يكون ذلك عن طريق القرعة، عن طريق القرعة. ولذلك هذه الطريقة هي طريقة عادلة، يقترعون فمن وقعت عليه القرعة يرمى به في البحر. لما اقترعوا جاءت هذه القرعة على نبينا يونس عليه السلام، وكانوا أي بعض أهل هذه السفينة يعرفونه، وهو رجل صالح كان من المسبحين من الذاكرين لله سبحانه وتعالى، ولذلك مدحه الله لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. المسبحين هنا دليل على أنه كان يكثر من الذكر والتسبيح، فهو رجل صالح. فلما وقعت القرعة عليه السلام، أهل السفينة قالوا لا، أيضا نقترع مرة ثانية، فأيضا اقترعوا بعد ذلك، فوقعت القرعة على يونس. ثم بعد ذلك المرة الثالثة فكان هو صاحب القرعة، ولذلك قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، أي من المغلوبين، يعني القرعة وقعت عليه ثلاث مرات. فلما وقعت القرعة على النبي يونس عليه السلام، مع أنهم كانوا قد منعوه من أن يلقي نفسه في البحر، ولكنه تجرد من ثيابه وألقى بنفسه إلى البحر. بعد أن ألقى موسى، بعد أن ألقى يونس عليه السلام نفسه في البحر، لا شك أنه إذا ألقى فإنه في الغالب هذا سبيل إلى الهلاك، يعني أمواج متلاطمة وفي ظلمة الليل والرياح الشديدة، ثم يرمي نفسه في البحر وفي هذا أو في هذه الأجواء، لا شك أن مصيره في الغالب إلى الموت. ولذلك هو ضحى بنفسه من أجل سلامة بقية أهل السفينة، وهذه قاعدة أيضا شرعية في هذا الباب. ولذلك يونس لما ألقى نفسه في البحر وقع في ظلمات البحر، ولكنه لم يلبث إلا أن التقمه الحوت، ابتلعه الحوت كما قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم. ما معنى مليم؟ أي أنه يلام على ما حصل منه من خروجه من قومه، خرج ولم ينتظر حتى يأذن الله له، فلذلك قال الله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. إذن التقم الله سبحانه وتعالى يونس، أو التقم الحوت يونس عليه السلام، فأصبح في كربات عظيمة، كربة بعدها كربة، أولا سقط في البحر ثم التقمه الحوت، ثم لا تنسوا أن البحر هو في الليل، لما ألقى نفسه كان في الليل، فكانت ظلمة الليل
وظلمة البحر وظلمة الحوت، فهي كروبات ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. هذه الظلمات كما ذكرنا هي الظلمات الثلاث: ظلمة الحوت، وظلمة أيضا البحر، وكذلك ظلمة الليل. فنادى نوح لما وقع في هذا الأمر. فدائم المؤمن إذا نزل به الكرب رجع إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالمؤمن دائما إذا أخطأ أو ارتكب خطأ فإنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. مكظوم أي مملوء. بماذا؟ بالغم، يعني أصابه الغم في بطن الحوت. وهو مكظوم أي مغموم، أصابه الغم. فتخيل يعني وضع يونس وهو في بطن الحوت، وعندما يلتقمه الحوت ويكون في بطنه، أمر عجيب. يعني ربما لا يكون حتى أيضا الهواء متيسر له أن يتنفس. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل له الأسباب حتى يحيا في بطن هذا الحوت، وإلا في الغالب أن من يكون في بطن الحوت أنه يموت، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد له الحياة. ولذلك قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظروا، أول ما حصل له هذا الأمر التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا فائدة عظيمة، بماذا التجأ؟ التجأ بكلمة التوحيد. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو بدأ بكلمة التوحيد، وهي كلمة عظيمة، وهي فيها دلالة أيضا على أن المسلم عليه دائما أن يردد كلمة التوحيد إذا نزل أو نزلت عليه نازلة، أو أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، أو أراد أمرا من الأمور، فإنه يكرر كلمة التوحيد. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الدعاء في يوم عرفة قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة التوحيد. فلذلك المسلم عليه أن يحرص على ذلك. ولذلك نتعجب من أولئك الذين إذا نزلت بهم الشدائد التجوا إلى من؟ إلى الأولياء، أو بعضهم يلتجئ إلى الجن أو إلى غير ذلك، ولا يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. بل بعضهم إذا أصابه المكروه يلتجئ إلى السحرة وإلى المشعوذين ويذهب إليهم، ولا يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مسبب الأسباب. الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. فلذلك الأنبياء نأخذ منهم وهم يحصل لهم ما يحصل لهم من هذه الكرب، نجد أنهم دائما يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، ثم قال: سبحانك. هنا تسبيح وتنزيه وتسبيح لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى في الآية الأخرى: فلولا أنه كان من المسبحين. إذن كان يكثر من التسبيح كما ذكرنا. ولذلك هو أيضا ذكره في دعائه، قال: لا إله إلا أنت سبحانك. أيضا سبح الله في هذا الموقف. ثم أيضا اعترف بخطيئته، اعترف بخطئه. وهذا حال المسلم دائما، أنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى عليه أن يعترف بخطئه. فقال: إني كنت من الظالمين، أي اعترف بخطئه. والظلم أيا كان الظلم، والظلم هو أنواع. ولذلك لما نزل
قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يصب شيئا من الظلم؟ وكان الصحابة يرون أن الظلم هو ما يحصل من الذنوب، سواء كان من صغائرها أو من كبائرها، فهو الناس في غالب أحوالهم يحصل منهم الظلم، سواء الظلم لنفسه بارتكاب الذنوب أو الظلم على الآخرين، فيحصل هذا خاصة يعني إذا كان الشخص أيضا يعاشر الناس وأيضا يختلط بالناس، فيحصل الظلم سواء على غيره أو على نفسه. فلما جاء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس الذي تذهبون إليه. أي أن هذه الآية لا يقصد بها الظلم الذي تظنونه، ولكن الظلم هو كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فهنا في هذه الآية المعنى في الظلم هو ما يتعلق بالشرك، ولكن ما قصده العبد الصالح أيضا يونس في دعائه: إني كنت من الظالمين، أي من أي خطأ. وهذا هو حال المسلم إذا اعترف بالذنب، أن يعترف بجميع الذنوب التي ارتكبها. ولذلك بعض الناس ربما يرتكب ذنبا عظيما من كبائر الذنوب ويريد أن يتوب، فتجد أنه يقول: أتوب من هذا الذنب. نقول: هذا حسن، لكن الأفضل أن يتوب من جميع الذنوب، سواء ما علمها أو ما لم يعلمها، لأن المسلم ربما يغفل عن بعض الذنوب. ولذلك إذا دعا ربه بأن يغفر له جميع الذنوب، انظروا إلى الفائدة العظيمة التي يتحصل عليها المسلم. ما هي؟ أنه إذا دعا الله أن يغفر له جميع الذنوب فكان قد حصل منه مظلمة لأحد، فإن الله سبحانه وتعالى يذكره بهذه المظلمة. أضف إلى ذلك لو أنه أخذ حقا من شخص ثم تاب وأخلص في توبته، ولكنه لم يستطع أن يؤدي هذه الحقوق، فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه. إذن هذه فائدة، أن المسلم إذا وقع في كرم ولو لم يقع في كرب، فإن عليه أن يلتجئ دائما إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: دعوة ذا النون إذا دعا، يعني إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، يعني يذكر نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة بدعوة ذا النون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الدعوة؟ قال: فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. انظروا، يعني هذه الدعوة المسلم عليه دائما أن يكررها، وأن تكون دائما في دعائه، فيها التوحيد، فيها العقيدة، فيها تحقيق أيضا التسبيح لله سبحانه وتعالى، وفيها الاعتراف بالظلم، أنه قد ظلم نفسه بما حصل من الذنوب وغيرها. ولذلك المسلم عليه أن يكرر هذا الدعاء. لاحظوا أن يونس دعا ربه وقال: سبحانك إني كنت من الظالمين، إنما هو اعترف بالذنب، لكن هل قال يونس: يا رب نجني من بطن الحوت؟ لم يذكر ذلك، لكن الله أعلم، لكن الله أعلم بحاجته. وهكذا الداعي إذا دعا ربه فإن الله أعلم بحاجته، فلم يذكر حاجته، إنما ذكر كلمة التوحيد، ذكر كلمة التوحيد وذكر التسبيح، ثم بعد ذلك اعترف بخطئه وظلمه لنفسه، فجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، قال: فاستجبنا له. إذن مجرد الاعتراف أو اعتراف العبد بظلمه لنفسه واعترافه بذنبه، هذا فيه الخير العظيم له باستجابة الدعاء. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا
ورزقه من حيث لا يحتسب. انظروا بس مجرد الاستغفار، علم الله حاجة هذا العبد. يعني تكثر من الاستغفار فربما لا تحتاج أن تذكر حاجتك لله سبحانه وتعالى، بل يفرج لك الهم مباشرة. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لزم، أي لازم الاستغفار أكثر من الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ثم قال إيش؟ ورزقه من حيث لا يحتسب. الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، فارج الكروب الله سبحانه وتعالى، فارج الهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم يلتجئ إلى الله دائما في كروباته، وهذا ما ينبغي له دائما. ثم قال الله تعالى أيضا هذا معنى عظيم: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهذا فيه دلالة على أن المسلم في حال، يعني في حال أنه في رخائه وعدم حصول ما يكون عنده من الهم والغم، بل في راحة وفي طمأنينة، فإذا أكثر من الدعاء في رخائه فرج الله له في الشدة. وهذا دليل هذه الآية: فلولا أنه كان من المسبحين إيش؟ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكنه كان من صفاته ومن أخلاقه وأيضا من الأشياء التي كان يحافظ عليها التسبيح، وهكذا كما ذكرنا لكم الاستغفار. فالإكثار من الاستغفار هو أيضا سبب لتفريج الهموم، وكذلك أيضا الكروب، وكذلك أيضا أن يغفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب. وهذا إن دل فإن يدل على أيضا أن الأعمال الصالحة والإكثار من الأعمال الصالحة في الرخاء هي سبب ليش؟ أن يفرج الله سبحانه وتعالى عن عبده ما يصيبه من المحن وأيضا من النوازل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لابن عباس؟ قال له: تعرف على الله إيش؟ في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن في وقت الرخاء وأنت في صحتك وفي عافيتك أكثر من العبادات، أكثر من العبادات، سواء الصلاة، النوافل، الدعاء، الاستغفار، تلاوة القرآن، الإحسان إلى الناس، كل عمل صالح يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فعليك به. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه السلام عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. انظر، يواسيه الله سبحانه وتعالى فيقول له: إننا نعلم أنه يضيق صدرك بما يقال عنك وما تتهم به، أي ما اتهم به النبي عليه الصلاة والسلام. فأمره الله تعالى بماذا؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذن من يصاب بمثل هذه الكروبات والمصائب في هذه الدنيا ولو كانت بسيطة، بعض الناس يغفل عن التسبيح والتهليل حتى في المشاكل البسيطة مع أهله، مع زوجته، شخص مثلا عنده مشاكل معه ومع أهله، وهذا يحصل، تزداد المشاكل يوما بعد يوم، فلا يطيق منها كلمة، وهي لا تطيق منها أو تطيق منه كلمة، فتحصل المشاكل في هذه البيوت. فنقول: انظر إلى هذا المعنى في هذه الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فأمره بالتسبيح: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فمعنى ذلك إذا حصلت لك مثل هذه المشاكل وتريد أيضا تفريج مثل هذه الهموم التي تحصل لك، فعليك بكثرة التسبيح، وعليك أيضا بكثرة الصلاة والنوافل، وخاصة في آخر الليل. ولذلك أيضا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يصبر، قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا أيضا توجيه من الله سبحانه وتعالى لنبيه. ولذلك حتى في حال الرخاء وفي حال النصر أيضا علينا بالإكثار من التسبيح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هذا ما حصل ليونس عليه السلام، التقمه الحوت وهو في هذه الظلمات الثلاث، فدعا ربه بهذه الدعوات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا النداء، انظروا في ظلمات البحر، قالوا من ذكر أو تخصص في علم البحار قالوا أن البحر، أن الحيتان في الغالب تكون في أعماق البحار، فإذا نزلت إلى ذلك العمق هناك ظلمة، هناك ظلمة في البحر، يعني هناك ظلمة هي بالبحر غير ظلمة الليل وغير الظلمة التي هي داخل الحوت، فهذه ظلمات. ثم نادى فسمعه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يسمع المناجين ويسمع الأصوات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى ما في البر وما في البحر، وما يسقط من ورقة ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك نادى في الظلمات فاستجاب الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوات التي دعا بها. يونس عليه السلام مكث في بطن الحوت، قالوا مكث 40 يوما، وقيل 20 يوما، وقيل 3 أيام، وقيل بأنه لقمه الحوت في الضحى ولفظه في العشاء، وكلها أقوال، لكن والعلم عند الله أنه مكث طويلا. لماذا؟ لأنه تبدل جسمه، لأنه لما بقي في الحوت تبدل جسمه وضعف جسمه. إذن بقي يونس عليه السلام في بطن الحوت، وبين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له، استجاب الله دعوته. ثم قال: ونجيناه من الغم. انظروا، الغم كما ذكرنا لكم بالأمس هو أشد ما يصيب الناس، أصب أشد ما يصيب، ولذلك ذكرنا بالأمس الحديث: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى. ثم قال: ولا غم. ذكر الغم في الآخر لأنه أشدها، أشد ما يصاب به الناس هو الغم، لأنه كأنه مغمى عليه. ولذلك قال الله تعالى عن يونس: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بعد أن استجاب الله له لفظه الحوت في مكان على البحر، على شاطئ البحر، فقال الله تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه فخرج من بطن الحوت، فخرج وهو يكثر من التسبيح ومن التهليل، ولذلك جاء أيضا فنبذه بالعراء وهو سقيم، أيضا ضعيف مريض. وجاء أيضا في قوله تعالى أيضا في آيات أخرى تبين أيضا أن الأنبياء مأمورون أيضا بفعل الأسباب. بعض الناس يريد معجزة، لكن الله سبحانه وتعالى مع أنه ابتلى نبيا من أنبيائه لكنه أمره بفعل الأسباب. فيونس فعل أول الأسباب، ما هي؟ الدعاء، التجأ إلى الله، وليس أي دعاء، إنما هو بالتوحيد وبالثناء وبالاعتراف بالذنب. ثم بعد أن لفظه الحوت ثم ذهب إلى اليم وإلى شاطئ البحر، قال الله تعالى في ذلك: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ثم قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين.
وهي قيل شجرة ما يسمى بالقرع، شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فأمره بفعل الأسباب، يعني وجعل الأسباب التي هي معينة له لشفائه، فشفاه الله وعلم الله سبحانه وتعالى صدق توبته. ثم قال الله تعالى لما نجاه وشفاه مما أصابه، قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. طيب، لما قال الله تعالى عن حال يونس قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، هذا فيه دليل على أن الإيمان مخرج ومخرج أيضا من الفتن، وهو سبب أيضا للنجاة من البلاء. ولذلك قال الله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، أي أن كل مؤمن، أي أن هذا ليس خاص بيونس، لا، هذا بكل مؤمن، من آمن بالله ووحد الله والتجأ إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده بهذا الفضل العظيم وكذلك ننجي المؤمنين، من حقق الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه من الكروب ومن الهموم وكذلك من الغم، وهذا لا شك أنه فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الفضل أيضا يتعدى حتى على البلاد، ولذلك حين آمن قوم يونس لما حققوا الإيمان أيضا كان ذلك الإيمان سببا لدفع البلاء، لأن يونس أخبرهم بأنه سيأتيهم العذاب، أن العذاب سيأتيهم، ولذلك لما أخبرهم بذلك هم يعلمون بأن يونس رجل صادق مع أنهم لم يستجيبوا له. وهكذا حال دائما الأقوام مع الأنبياء، دائما يكذبون الأنبياء ولكنهم يعلمون بأنهم عندهم الصدق. ولذلك هم قالوا أن يونس أخبرهم بأنه سيأتيهم العذاب بعد 3 أيام، فقالوا إذا خرج فاعلموا بأنه صادق، فاعلموا بأنه صادق. فخرج يونس عن قومه، خرج عليه السلام، ولما خرج علم القوم بأن العذاب آتيهم، بأن العذاب سيأتيهم. قالوا كما ذكر بأنهم ارتقبوا أو راقبوا يونس، فلما رأوه قد خرج علموا بذلك. فلما كان الليل تزود يونس ثم خرج، ثم بعد أن علموا ذلك وأصبحوا لم يجدوا يونس آمنوا مباشرة وتابوا إلى الله ودعوا الله، لأنهم يعلمون أنه صادق مع أن العذاب لم يحصل ولم يكن هناك أي يعني بوادر للعذاب، ولكنه هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى، مع يونس مع الله، فعلموا بأنه صادق. فلما خرج مباشرة آمنوا ولجأوا والتجأوا إلى الله، وأيضا ردوا المظالم إلى أهلها. ثم قال الله تعالى في حالهم كما في كتابه، قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، يعني لم يحصل أن يعني وعد الله بالعذاب لقوم فصرفه عنهم إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، كشف الله عنهم العذاب لأنهم آمنوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن يجب عليه دائما أن يذكر أقرب الناس إليه بهذا المعنى، وهو أن يكون دائما
مؤمنا بالله سبحانه وتعالى مخلصا في عبادته، ولو وقع منه شيء من الخطأ، فإذا أخطأ يبادر بالتوبة. ما منا إلا وهو خطاء، كل منا يخطئ، ولكن المسلم إذا أخطأ رجع إلى الله مباشرة والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى فذكر الله، وهو يعلم بأنه لا يغفر الذنب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قوم يونس نجاهم الله سبحانه وتعالى بسبب إيمانهم، وقد استثناهم الله في هذا الأمر وهذا الفضل بسبب الإيمان. لماذا؟ لأنهم آمنوا جميع من في هذه البلدة، ولذلك قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي يونس، فآمنوا، آمنوا جميع من دعاهم فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن آمنوا بدعوة يونس وآمنوا بما جاء به فمتعهم الله سبحانه وتعالى إلى حين. هذه القصة هي فيها من العبر وفيها من أيضا الدروس، ولذلك المسلم عليه أن يحرص دائما أن يتدبر القرآن كما ذكرنا في أول هذا اللقاء. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن علينا أن نتدبر الآيات وأن نعتبر من مثل هذه القصص التي نقرأها دائما في كتاب الله. وأيضا المسلم إذا أشكل عليه يرجع إلى التفاسير المعتمدة في تفسير القرآن فيعرف المعنى الصحيح، أو يسأل أهل العلم عن بعض المعاني، لأن المسلم دائما يحتاج إلى تلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن فيها الخير العظيم للعبد سواء في حياته أو في أيضا بعد مماته، وكذلك أيضا هو يكون شفيعا للعبد يوم القيامة. ولذلك كل ما يحتاجه المسلم هو أن يتدبر الآيات إذا قرأها، وانظروا إلى تدبر الآيات ما يحصل المسلم من النفع العظيم في ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وكما وعدناكم بالأمس أننا نجيب على الأسئلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتدبر كتابه، وأيضا أسأله أن يجعلنا دائما من الذاكرين الله كثيرا، وأن يجعلنا من المسبحين له سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا ومنكم الحج، وأن يتقبل أيضا منا جميع ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا لمن له المعروف علينا جميعا وخاصة ولاة أمرنا وفقهم الله على ما يبذلونه من جهود عظيمة، فها نحن نعيش في هذا البلد المبارك في أمن وأمان، كل ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ما أيضا يقومون به من جهود مباركة سواء من ما يتعلق بأمر العقيدة والعناية بها، وكذلك أيضا العناية بالحرمين الشريفين، وكذلك أيضا العناية بالحجاج والمعتمرين. فنحن الآن يعني نحصل على جميع الخدمات التي نحتاجها، فنحن في صحة وعافية وأمن، أموال طائلة دفعت من أجل راحتنا ومن أجل سلامتنا، جنود جيشوا من أجل راحتنا، من أجل أن نؤدي هذه العبادات براحة وطمأنينة. نحن الآن في هذا المكان ولله الحمد نعيش في أمن وفي صحة وفي راحة، ونعبد الله سبحانه وتعالى بطمأنينة، فلا بد أن أيضا مع شكر الله سبحانه وتعالى أن نشكر أهل الفضل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فهم لا شك أنهم أهل فضل علينا، فنكثر من الدعاء. أيضا أنبه على أمر مهم، وهو بعض الناس عندما نقول الدعاء لولاة الأمر ربما بعض الناس للأسف يأتي في نفسه شيء. انظروا إلى موقف الإمام أحمد رحمه الله عندما قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، أي لولي الأمر. لماذا ترك نفسه وجعلها للإمام؟ تأمل هذه العبارة، وهو إمام من الأئمة الكبار،
ولو كان يعلم بأن الدعاء لنفسه خير لجعله لنفسه، ولكن قال لولي دعوة مستجابة. يعني الآن لو أعطي كل واحد منا الآن يقال له لك دعوة مستجابة، لنجد أن كل واحد منا يدعو بأمور تخصه، صح ولا لا؟ لكن الإمام أحمد عنده نظرة أبعد من نظرتنا، قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. لماذا؟ لأن في صلاح الإمام صلاح للأمة، فهو يعلم أن الإمام إذا صلح فكل من يعني حصل له من الخير بسبب هذا الإمام فإنه يدخل في حسناته، وأيضا أن النفع الذي يتحقق بالإمام نفع متعدي وكثير. أما الدعوة لنفسه فهي دعوة خاصة، لكنه يعلم أثر ذلك، فهو يرجو من الله الكثير والكثير من الخير، لأنه بدعوته للإمام كأنه يدعو لكل من تحت ولاية هذا الإمام، فكأنه يدعو لهم، لأنه إذا الإمام صلح فإن كل من تحت ولايته فإنهم سيسعدون ويتحقق الخير لهم، أليس كذلك؟ فهذا هو المعنى العظيم. ولذلك عليك أن تجعل أيضا من دعائك دائما، وإن دعوت لنفسك فلا نقول كن مثل الإمام أحمد، ولكن أيضا عليك أن تجعل أيضا من دعائك أيضا دائما وأبدا لولاة الأمر، وأن يجعل لهم التوفيق والسداد والهداية والصلاح، وأن يرزقهم دائما البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.